السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز أماني. اليوم جبت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم اللي هي وصفة رمضانية. اليوم جبت لكم رغيفات معمرين، صراحة كيجيو لذاذين بزاف وسهل تحضر بمكونات اللي هما بسيطة. نتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك، سبسكرايب، تبارطاجيو وتكومونتيو. فيلا معايا ودابا ندوزو المقادير. غنحتاجو في العجينة 250 غرام تاع الفورص، غنحتاجو شوية الملحة، نص معلقة تاع خميرة الحلوة، غنحتاجو نص معلقة تاع خميرة الدار، غنحتاجو معلقة كبيرة تاع الزبدة. ونجمعو العجينة بما دافي ونعجنوها ونخلطوها ونديروها على شكل كويرات. وكيف ما كتشوفو هنا غنحتاجو خزو محكوك، البصلة مشلضة، فلفلة حمرا مقطعة صغيرة، غنحتاجو التحميره، غنحتاجو البزار، غنحتاجو الملح، ونحتاجو زعفران العود، ونحتاجو شويه الكفته. كتشوفوا هنا شديت مقله ودرت فيها زيت العود، ودابا ندير المكونات اللي وليتكم اللي هو خيزو، بصله، والفلفله الحمراء. كيف ما كتشوفوا دابا زيت شويه الربيع، ونخليهم يتشحروا ونرجع معكم. كتشوفوا دابا نزيد العطريه، كيف ما كتشوفوا دابا زدت الكفته ونبدا نخلط. كيف ما كتشوفوا هذا هو الحشو تاعنا، وانا عندي فرماج موتزاريلا. دابا ندوزو لطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا نعاودو دابا وحدة أخرى باش تبان ليكم الطريقة. كيفما كتشوفو دابا درت الحشو ونزيد الفرماج. وكنكملو العجين تاعنا ونتلاقاو. كيف ما كتشوفو انا دابا درت على شكل مستطيل ودرت الحشو تاعي، ودابا نطويو الجوانب ونجمعو مزيان باش ما يخرجش ليا الحشو، ونلفلفها. وهكا كنكملو العجين تاعنا على الطريقة هذه. كيف ما كتشوفو هكا كيجي الشكل تاعو. بعد ما سليت العجين تاعي كيف ما كتشوفوا، دابا نخليهم يرتاحوا ونرجع معكم. بعد ما خليتهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، دابا ندهنهم بالبيض، البيض والخل كيف ما كتشوفوا. ودابا نزينهم بالخشاش. ودابا ندخلهم الفران يطيبوا ونتلاقاو. وكيف ما كتشوفوا هكا كيجيو الغيفات تاعنا هكا لذاذين بزاف ومقرمشين. كيف ما كتشوفوا صراحه كيجيو لذاذين في الفطور. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.